يسعد مساكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم تمر هندي. جنين، الخليل، بيت لحم، كلها مدن فلسطينيه، بس احنا اليوم جو غير ومكان غير. احنا اليوم موجودين في مدينه القدس. في القدس ما في القدس الا انت يا فراس، يا سندباد فلسطين انت. القدس اكيد غير. هاي السنه الخامسه لك تمر هندي، بس هي اول سنه في القدس صح؟ صدقا مش قادر اعلق ولا قادر احكي شيء، لان عن جد في القدس جو القدس وهو القدس عن جد غير. احكي لي ايش تعرف عن القدس فراس؟ القدس اكيد يعني اولى القبلتين، مصر الرسول عليه الصلاه والسلام، ارض المحشر. القدس ايش فيها اهم شيء؟ القدس فيها قبة الصخره، المسجد الاقصى المبارك اللي الكل، يا ريت الكل يجي يصلي عليه، اي انسان بيطلع له تصريح يجي يصلي فيه. هذا الاشي لو بيجوا تهريب يجوا نطلع من الجدار. تعالوا خلينا نشوف المتسابقين في مدينه القدس كيف. تعالوا معنا. في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. محمود هادية. من وين يا استاذ محمود؟ من سلوان. سلوان، كيف شايف الاجواء في سلوان وفي القدس بشكل عام؟ والله الحمد لله رب العالمين، اجواء منيحه، ميسر الامور كلها الحمد لله. وايش بتعمل قاعد هون؟ والله نازلين شميت هواء ومقصرين ان شاء الله. مبسوط في القدس؟ الحمد لله رب العالمين. ايش في راس؟ فراس اول سنه في القدس. شعور حلو طبعا، احنا عند حبايبنا في القدس، والله يهونها عليكم يا رب. امين يا الله. طيب بدي اسالك سؤال، فضل. لو جاوبت عليه صح تربح معي حساب توفير بقيمه 100 دولار مقدم بس فلسطين، البنك الوطني الاول. تمام، يلا خلينا نشوف القدس كيف معلومات. لا اكيد 100 100، لكن المدن سالكين وبتجاوبوا ان شاء الله. الله يقدرنا. طيب ما هو اعرض نهر في العالم؟ اعرض نهر في العالم. نهر النهر والبحر شوف معلوماتك. هو غرقان شكله. دجلة والفرات. نهر دجلة والفرات. لا النيل. نهر 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 بلاش كرة أرضية لحكاية. بس خلينا نسمع يا شباب، بس نسمع ايش بده يحكي. يصبنا من نهر تمر هندي. من نهر حلوة. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم. مقدم طبعا بنك فلسطين والبنك الوطني. أمال قصص من مخيم دهش، بس أنا متجوزة هون بالقدس. يعني أنت هون سكان القدس؟ سكان القدس. كيف شايف الأجواء في القدس؟ لا الحمد لله كثير كويسة طبعاً. مبسوطة أنت وبنات؟ طبعاً أحسن بكثير من العام. كيفك؟ كيفك؟ منيحة؟ حلو رمضان؟ تحبي رمضان؟ بتصومي؟ وأنت بتصومي؟ الكاميرا شايفة بنتي. طيب بدي أسألك سؤال، لو جاوبت عليه صح تربحي معي حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين. البنك الوطني الأول. تمام. ما هو أعرض نهر في العالم؟ أعرض نهر في العالم. نهر النيل. مش النيل. لا. ولا الفرات. ولا الجواب. ولا نهر النيل. نهر الأردن. نهر الأردن. شو أكثر تجاوب؟ نهر الأردن. نهر الأردن. نهر الأردن. صح. نهر الأردن. صح. نهر الأردن. قدام الكاميرا يا حبيبي. الأمازون. ايش اجابتك؟ نهر الاردن. ما عندهاش اجابه. الاردن اعرض نهر في العالم. في العالم مزود. والله ما اعرف. اغانا
راس وين رايح؟ وصلت القدس ما صليش التراويح. عادك رح تصلي؟ صلي التراويح ان شاء الله. رايحة معاه فاصل وراجعين استنونا. بطاقاتنا تكافئكم أكثر. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. تعرف عليك؟ عثمان سلهب. عثمان؟ سلهب. من القدس يا عثمان؟ من وين من القدس؟ بيت حنينة. بيت حنينة. شو جاي تعمل على القدس من على البلد القديمة؟ نصلي في الأقصى. صليت؟ لا لسه لا بنزل. عادة تنزل تصلي. في عندكم نهر في بيت حنينة؟ نهر لا لسه بطوروا. بطوروا. حلو. في صار عندهم قطار هلا في بيت حنينة. قطار. طب زبطوا كم نهر؟ طب بدنا سؤالنا أعرض نهر في العالم. نهر الأمازون. نهر ليه؟ أمازون. أمازون؟ من وين تعرف هالمعلومة إن شاء الله؟ أنا المعلومة مش عارف كان زمان أخذتها في المدرسة أو هلا. زمان؟ قد إيه عمرك؟ 15. ما بعرف تذكرت هيك حدا سمعت هيك. اسمع اسمع خليك صريح، خدتها في المدرسة ولا سمعتها من حدا؟ لا والله. ولا تصلح عني؟ أكيد. ما فيش تليفون واي فاي. ما معك تليفون؟ هاي بس سمعتها من حدا أكيد. طب هذا الأمازون في أي مدينة بيجوا لأي منطقة؟ بس هل عندك الأمازون خلاص؟ عندي أعرض نار. ما خطوش المدرسة في وين بمكانه؟ فراس أحرشت كتير الولد خلص. بدأ استفسر. حرام أحرشته. انت قول له شو أفطرت؟ قول له هيك إشي. لا وشيك لم تكتف في الفور. شو أفطرت؟ ضابطة معك. أفطرت صينية. صينية. نسي رحمته ما أنت صحتين. حاب تربح معنا؟ طب أنت برأيك إجابتك صح ولا غلط؟ صح. صح كده في المدرسه. لا وعمل لي صح هيك. مختبر المدرسه. طب هات نظارات. شو اسم الاستاذ اللي درسك اياها؟ امسك الفراس مشان اقربها في المش لاني مش شايفه انا منيح. شوف يا حبيبي انا بطلت شايف الفراس. انا مش شايفك. طيب تربح معنا 100 دولار مقدم بنك فلسطين البنك الوطني الاول. كل عام وانت بخير. برضه لك كاس التمر الهندي مقدم بنك فلسطين. عليك؟ ايش اسمك؟ احمد. احمد؟ احمد ايش؟ سمان. سمان من القدس؟ نفس القدس يعني؟ يصور يعني مش من بيت حنينة شعفال؟ من القدس. طيب ايش افطرت اليوم؟ منسف. منسف؟ عشان؟ وكل واقع عندهم. واقع زاكي؟ بتحب المنسف؟ لحمة ولا جهد؟ لحمة. كم لحمة سلخت؟ واحدة. بس اكيد؟ طب ليش مستحق وخايف؟ خايف؟ لا ما شاء الله مربرب. طب في راس بيسألك سؤال إذا جاوبت عليه بتربح معنا حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدم بنك فلسطين بنك الوطني الأول. تمام. إيش السؤال يا في راس؟ أكبر عظمة أطول عظمة في جسم الإنسان. فخذة. لا هذا طب الفخذ اليمين ولا الفخذ الشمال؟ عمودنا شرط يمين ولا شمال؟ يمين. لا شمال. ليش مش الشمال يعني؟ تختلف اليمين عن الشمال؟ أنو أطول طيب اليمين ولا الشمال؟ تنتين. شو هذا عيط الولد على فكرة. أنا حسيتك. طيب خلص ما رح أوقفك أكثر منك. تروح معانا 100 دولار مقدم من فلسطين البنك الوطني الأول. كل عام وأنت بخير. تحب تحكي من البنك؟ بدك تمر هندي؟ لا. تعرف عليك؟ تعال تعال. محمد السبتان. محمد السبتان. محمد السبتان؟ من وين يا محمد؟ من البلد القديمة في السعودية. بلد قديمة. شو بتعمل في القدس؟ كيف شايف الأجواء؟ حلوة؟ والله حلوة. تشتغل أنت هون في البلدة يعني؟ لا بشتغل أنا بجريدة القدس. بجريدة القدس؟ زميل يعني. كيفك؟ في أخبار بكرة. بالضبط. اطلع اختصار. هو بتصير جريدة. وكله على النت هالأيام هذه. بطل. كيف شايف رمضان؟ الحمد لله تمام أجواء حلوة. الصيام مع الشوب. الحمد لله. اليوم
اليوم يعني هذا يوم مميز وحلو جد، انا يعني يوم في الحياه للعمر كنا في القدس كراسي له 5 سنين بقدم البرنامج بس هي اول سنه بيجي. اهلا وسهلا. انا قررت اسميه سندباد فلسطين، شو رايك؟ بيطلع له في بيطلع له كل شيء في راسي. بسالك سؤال، لو جبت عليه صح بتروح معك حساب كثير بقيمه $100 مقدم بنك فلسطين، بنك الوطني الاول. بس تعرف سؤالنا ماشي ان شاء الله. انا يعني يوم حكيت لي السؤال جد تفاجئت. سؤالك كله سؤالي. السؤال اللي عندي انا معي سؤالين هلا. نوب ماشي. في اي بلد تصل عدد اللهجات الى اكثر من 845 لهجه؟ الهند، لانه انا هذا على النت قراتها بهل تعلم قبل اسبوع. لا الهند اها انا متاكد قراتها قبل اسبوع بالضبط. استنى شوي، قبل اسبوع قراتها اها. طب انا امبارح على هل تعلم المعلومة. لا انا قراتها على هل تعلم على هل تعلم على الفيسبوك، انا قراتها اللي هي الهند. مش الصين مثلا، الهند، لاني انا قراتها قبل اسبوع. هذا الارو عندي من تخرب اكثر من 845 لهجه صح؟ صح. طب عد لي اياها. لا بمزح. طب احكي لي لهجه واحده بس الهند، لاني انا متاكد وقراتها مره. دائما حلو. لا والله. طيب كل عام وانت بخير. اول شيء تربح معنا حساب كثير بقيمه $100 مقدم بنك فلسطين. بما انها اول سنه لك، كيف الاجواء شايفها؟ 100 107 يا عن جد. كيف شايف الاجواء؟ اجواء بتجنن و حلوه. لا تعليق. 100 100. سلورد راجعين استنونا. بطاقاتنا تكافئكم أكثر. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. من وين يا سمية؟ من البلد القديمة. هون يعني. طب لو احنا مروحين مش عندك شاي و اهلا وسهلا حبيبي. احنا اقرب لهم. بالضبط. نعم. نيالكم. كيف شايف الاجواء برمضان؟ حلوة؟ تماما احليها. وين رحت غير على القدس؟ طلعت من القدس؟ ما بنطلعش من القدس برمضان بالذات، ما بتنتركش. انا بتفق معك مزبوط. رحتي على الاقصى؟ رحنا اكيد. كيف الاجواء في الاقصى؟ اكيد رائعة. الحمد لله رب العالمين. عشان اخواننا اللي بالضفه اجوا هيك يعني القصه عابر. الحمد لله. الحمد لله. طيب بدي اسالك سؤال، لو جاوبت عليه صح بتربحي معي حساب توفير بقيمه $100 مقدم بنك فلسطين. البنك الوطني الاول. تمام؟ ان شاء الله. الجبل الذي رست عليه سفينه نوح عليه السلام ايش اسمه؟ جبل الجودي بتركيا. جبل؟ جودي. جودي؟ تركيا. من وين بتعرفي هاي المعلومه؟ من انا صغيره بعرفها. عن جد؟ انا فيهم. وضحت لنا. تركيا. تركيا؟ يعني مش هلا لا او لا لا موجوده السفينه ومحتفظين فيها متحف التركية كمان. والله رجع تركيا؟ ايه صحت لي والله تذكرة هدية بس ما توصلت. كعبتني اياها. طب دبريها. صارت حرب غزة ووقتها انغلق المطار وما حد شاف. لا لا حول ولا قوة. خيرها في غيرها. طب فراس ايش نقولها؟ انا بدي اصب لها كاسة طمر. الباقي عندي. الباقي عندي؟ اقولها مبروك يعني؟ اكيد. طيب الف مبروك تربحي معنا حساب تركيا. لهون بتكون انتهت حلقتنا في مدينة القدس.
اول حلقه طبعا الاجواء كانت كثير حلوه، فراس كان كثير مبسوط. مش حابه انت؟ مش حابه انت؟ الكل كان معنا ايش؟ اكيد ربحان في معي 400 دولار نكمل الحلقه. ناوي يعني؟ لان مش حابه تخلص. لا للاسف انا راح تخلص، بس لا طعم الجنيه بس زياره القدس. اكيد رح نرجع لكم بحلقه ثانيه، واكيد نحيي القدس واهل القدس واسرى القدس والمخول صور باهر. اكيد تحيه خاصه لصور باهر. بحب اذكركم بالاجابه على السؤال اليومي من خلال صفحتنا الفلسطينيه على موقعنا على الفيسبوك. طيله ايام الشهر الفضيل، والفائز يتم السحب على الجائزه يوميا، والجائزه بقيمه 100 دولار في السوشيال فيسبوك بنك فلسطين البنك الوطني الاول. تابعونا. يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينه الصلاه صلي.